حديث البلد وعاطف مجدلاني. مجدلاني واهلا وسهلا فيك بحديث البلد. كمان انت مش نايم امبارح؟ وانا كمان مش نايم امبارح. كمان انت صحيح. مش نايم امبارح. عاطف مجدلاني انت نائب لبناني مع الاسف، يعني لكم بسويت المسلحين، يعني كمان هن مش نايمين. ايه بس يا ريت بيناموا. ايه يا ريت بيناموا، بيريحوا الباقيين كمان لننام نحن كمان. نحن بدنا نقول للمشاهدين انه عم سجل نهار الاثنين حتى يعرفوا يعني انه امبارح كانت المعركه، انه امبارح كانت، وان شاء الله ما يرجع يصير شيء من هلا للخميس على كل حال وقت صح. عرض الحلقه. عاطف مجدلاني انت نائب لبناني عن مدينه بيروت اللي شهدت احداث اليمه الاسبوع الفائت على اثر مقتل الشيخ احمد عبد الواحد ومرافقه الشيخ محمد مرعب بمنطقه حلبة. بعد الحادث الأليم اجتاحت أعمال الشغب والعنف منطقة الشمال وانتقلت بسرعة إلى مدينة بيروت اللي عبر أهلها عن سخطهم واستيائهم لمقتل هالشخصين. صحيح أنه تيار المستقبل ما كان قادر يضبط شارعه ومناصرينه بعد الحادثة؟ لكن بعد هيك حادث شيء طبيعي أنه يكون في حالة غضب عند الناس. وحالة الغضب بفورة الغضب ممكن يصير أي عملية. بعتقد أن رجعوا بعدين نواب عكار قدروا احتووا واستوعبوا الموضوع وقدروا يحصروا نتائج ردة الفعل نعم. السلبية اللي كانت موجودة عند الناس واللي شفناها كلنا بإقفال الطرقات، حرق الإطارات وإلى آخره، وامتداد هيدي الحملة على مناطق مثل البقاع وبيروت ووصولها لبيروت. قديش اليوم تغيب الرئيس الحريري فتح المجال لغير أفريقاء أنهم يسيطروا على الشارع السني، اذا بدنا نقول اذا صح اللي. لا ما في حدا مسيطر على الشارع السني نعم. لا بس وغياب الرئيس سعد الحريري طبعا له تاثير معنوي انما تيار المستقبل موجود، قياداته موجوده، الرئيس فؤاد السنيوره موجود، فتيار المستقبل يعني محافظ على موقعه وعلى موقعه. اليوم انا وجاني هيك خبر بسيط على لسان احد يعني اعضاء تيار المستقبل او المناصرين لتيار المستقبل بيقول انه التيار اليوم معتمد تكون طرابلس منطلق لعصيان يسقط الحكومه. قديش هالشيء لا نحن صحيح؟ نحن واضح تماما انه نحن اليوم بتنا بموقع المطالبة الرسمية باستقالة رئيس الحكومة باستقالة رئيس الحكومة. هذه الحكومة غايبة تماما عن مصلحة لبنان. هذه الحكومة ما شافت انه في ضرورة تجتمع بعد طريقة الاختطاف وبعد ما حصل بطرابلس، ما لقيت انه في ضرورة لانها تجتمع وتاخذ قرار بعد كلام الجعفري في المجلس الامن، وما لقيت انه في ضرورة انها تجتمع بعد اغتيال رجلين دين في عكار ومع الاسف الشديد من قبل الجيش اللبناني. وانا هيدا الحادث الاخير انا خايف انه يكون بوصلة عين الرمان جديدة. كان دائما في تخوف انه اذا فشل تيار المستقبل وهو التيار الذي يمثل الاعتدال السني انه ان يحل مكانه التطرف السني. انا بدي اقول لك انه هيدي الحرب اليوم قديش عندكم تخوف من هيدا الامر؟ طبعا نحن عندنا تخوف من امر العمليات ويلي هدفه مش بس اظهار لبنان بيئة حاضنة للإرهاب، هدفه أيضا تقوية التطرف حتى يضعفوا تيار المستقبل، تيار الاعتدال وتيار الانفتاح، لأنه بس قديش كمان قديش كمان اليوم يمكن عدم قدرة تيار المستقبل بوقت معين على المواجهة أدت إلى دخول هذه التيارات أو أخذ دور أكبر. تيار المستقبل
عنده القدرة التامة على المواجهة. نعم. إنما المواجهة بالسياسة. نعم. المواجهة بالمواقف. نعم. المواجهة بالبرامج. مش المواجهة بالسلاح. نعم. ولا بالزعرانات. نحن تيار سياسي. نعم. ملتزم بالديمقراطية، ملتزم بالقوانين وملتزم بالدستور، يتحرك تحت سقف القانون وتحت سقف الدستور وبطريقة سلمية. الناس اللي بيتهموكم انه انتم على تماس مع هالمتطرفين وانتم يمكن بتقوموا بتمويلهم كتيار، شو بتجاوبوهم؟ ليكي هيدي الغنية صرنا سمعينها كثير مع الأسف الشديد، وصار أكثر من واضح انه التطرف السني أو المتطرفين بشكل عام ما لهم أي علاقة بتيار المستقبل. نعم. ولا تيار المستقبل، هل ممكن تيار المستقبل يغذي ناس؟ نعم. عم بيخففوا له من امتداده الشعبي؟ نعم. يعني في عدم تكافؤ بالموضوع. نعم. لأنه نحن كتيار مستقبل مش ممكن، نحن تيار اعتدال، كيف بدي أنا ساعد التطرف يقوى وعم بيقوى على حسابي؟ لذلك التطرف اللي عم بيساعد التطرف هن المتطرفين، وهن الناس يلي بدهن انه لبنان يرجع ساحة، بدهن انه يكون في بلبنان حالة عدم استقرار وحالة فوضى حتى العالم الغربي ينسى شو عم بيصير في سوريا وينسى الفظائع اللي عم يرتكبها النظام السوري بحق الشعب السوري. يعني هي عملية تمويه طبعاً عن ما يحصل. دكتور مجدلاني، أنت مواليد 7 أيار 1948، هالسنة احتفلت بعيدك ولا استذكرت ما حصل ب 7 أيار؟ يعني مع الأسف الشديد دائماً عم بستذكر يعني. بس ما بيمنع ما بيجي فردر تفيس يعني بينطرون لا يولعوها بس ايه بيوفروا ايه بتقص الجاتو وهن بيولعوا لك اياها. لانه طبعا كان في احتفال صغير يعني بالعائله مثل عادي، اصلا انا ما بحب احتفالات عيد الميلاد انه وكل هيدي ما يعني الفستيفيتيز وهيك ما كثير ما بحبها. لبيروت شو بتقلها اليوم؟ انت نائب عن بيروت والامور يعني دائما بيروت هي هيك ريفلكشن او انعكاس لكل شيء بيصير بالمناطق وبالوطن، يعني كله صحيح. بيرجع بيحصل ببيروت، شو بتقلها لبيروت؟ وكل الحروب ببيروت وكل الحروب على بيروت صحيح. انا بقول انه وكل بده ياخذ شقفه من الجاتو اللي اسمه بيروت، يعني كل واحد بده ياخذ حصته. انا بقول لبيروت، لاهالي بيروت، نحن سوا وكرامتهم من كرامتنا. نعم. صمود من صمودنا وصمودنا من صمودهم. نحن مع بيروت وبيروت مش ممكن تنكسر، بيروت باقية وبيروت هي قلب لبنان وهي لؤلؤة الشرق. هيك بس كانت بعدها قادرة تتحمل؟ بعدها قادرة تتحمل بيروت؟ ايه بتتحمل بيروت بلا طويل. عاطف مجدلاني، ما حصل بالشمال يعني مقتل الشيخ عبد الواحد ما بعتقد لا بيخدم ولا حزب الله ولا الحكومة، يعني اليوم بالعكس بحطهم بمأزق. يمكن، ولكن بدك تشوفي أمر العمليات اللي إجا شو بده، لأنه هيدي الحكومة غايبة، قلتلك هيدي الحكومة غايبة، لذلك هي تعمل بظل أمر العمليات اللي نعم. بيجي نعم. فلذلك هي أكيد عم تتضرر، ولكن هي ما سألاني. يعني تصوري انه حكومة مرق عليها كل هذه المشاكل ما قررت تجتمع حتى تحكي بالمشاكل اللي عم تحصل وكيف تداركها وكيف بدها تقدر تأمن الأمن للمواطن. ما فرق معه اليوم، وصلنا غايبين على الوعي كليا. لا ما سئبت لأنه ويك أند سبت وأحد وهن ما بيشتغلوا ويك أند، يمكن أو لا يمكن أو أخدين شي حبة زيادة عن اللزوم. حبة كبيرة. إذا بدنا جواب نعم أو لا،
اليوم عاطف مجدلاني متفائل ولا متشائم؟ لا جواب. متشائم. ما بدي أقول لك متشائل. متشائل على طريقة عمرو موسى يعني؟ اي بعتقد. يعني في رح نشهد تدهور أمني؟ ما لازم نفقد الأمل، ما لازم نفقد. رح نشهد تدهور أمني؟ ما بعرف يعني بديك تشوفي صاحب المخطط التخريبي لوين ممكن يوصل ولوين ممكن هيدي الحكومة تساعده. نحن صامدين، نحن رح نوقف بوجه هذا المخطط ورح نحاول وإن شاء الله بننتصر بإنقاذ لبنان من الأسوأ. عاطف مجدلاني، بما أنه كلنا اليوم عمال نبحث على فسحة أو عن بصيص أمل أو عن فسحة أمل، عاطف مجدلاني وانترفيو في أمل. عاطف مجدلاني، في أمل ما تمتد الفتنة على كل لبنان؟ أي طبعا. في أمل بمعالجة قضية اغتيال الشيخ عبد الواحد بدون الوصول لفتنة؟ أكيد في. في أمل باسترجاعكم للأكترية؟ أكيد. بدر إليك أكيد أكيد أكيد. حلو. بالإذن من الحكيم. في أمل إنه تمر هالصيفية بهدوء ونقول لهم لهالسواح طلوا علينا ولا المغتربين؟ في أمل وحزب الله. نحن أكيد في أمل. جاني نكتة ما فيني أقولها كلها، يعني بتقول الحكومة اللبنانية تطلب من رعاياها القدوم إلى لبنان لأنه صحيح الوضع سيء، هي العبارة ما كانت سيء، بس شو وقفت على السنة؟ أو السنة عم بتقول شو وقفت علي؟ شو وقفت علي؟ إنه هلا هتحطوها في يعني القصة. في أمل إنه تنتهي الأزمة بسوريا قريباً؟ نتمنى. في أمل يزبط البلد؟ إي أكيد، معلوم. في أمل؟ معلوم. وهلا صادرين على أنغام وردة، صادرين. شو مكتوب على كارتك عاطف مجدلاني؟ اطرح سؤالا على نفسك واجب عليه. شو هو السؤال؟ كيف صحتك منيح؟ أنا لا، أنا بطرح على حالي سؤال، هل رح أقدر كمل مسيرة إصلاح قطاع الصحة بالبلد؟ لأنه أنا بلشت. والجواب؟ لا إن شاء الله إيه، إن شاء الله إيه، بمعاونة العديد من زملائي النواب. نعم. إن شاء الله منقدر بلجنة الصحة إنه نتقدم على خطى الإصلاح ووضع سياسة صحية سليمة للبنان. بس أنا بدي أقول للناس إنه نحن بالمجلس النيابي مش ناسيين موضوع ضمان الشيخوخة، لأنه أنا بعتقد في كتير لبنانيين عم بيحلموا إنه بيوم من الأيام يصير فيه بلبنان ضمان شخشوخة للشيخوخة، ضمان للناس. بس هو كمان بدنا نظبط الضمان الاجتماعي والاستشفاء على حساب وزارة الصحة حتى يقدروا يوصلوا للشيخوخة. صحيح. لانه على هالمعدل هاللبنانيين مش رح يوصلوا للشيخ. لذلك ما هو لذلك عم بياخذ وقت الموضوع، لانه هيدا ضمان المتقاعدين. نعم. ضمان المتقاعدين ما بيصير اذا ما في ضمان اجتماعي ماشي بطريقه سليمه لحد هلا. نعم. تصوري لحد هلا الضمان الاجتماعي منه مكنن.
ما في كمبيوتر ماشي بالضمان الاجتماعي. يعني هالضمان الاجتماعي اللي أسسه سنة 63 كمال جنبلاط لما كان هو وزير، اليوم صحيح. بعد 50 سنة بعدنا محلنا، بدل ما يكون تحسن رجعنا لورا، بدل ما يكون تحسن صحيح. مش عم يتمكننوا، وقف يعني مظبوط، ما في مكنني، ما في شو؟ ما في مكنني مكنني. عاطف مجدلاني، شكرا لانك لبيت دعوتنا، بنعرف اليوم انكم كثير معجوقين، فيعطيكم العافيه، وان شاء الله هالجمعه بيكون اخرها خير على الكل، وبتضح كل ملابسات هالحادثه الاليمه. شكرا كثير لوجودك معنا. بقول لك شكرا، بقول لميشيل شكرا لكل الاكيب، ويعطيكم الف عافيه. ميرسي كثير، شكرا.